السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جاي أكلمكم عن ضياع المفاتيح بتاعتنا. كام مرة على مر حياتنا إن كان معانا مفاتيح، سلسلة مفاتيح بيبقى متعلق فيها مفتاح العربية، مفتاح الشقة، مفتاح باب البيت، مفاتيح كتيرة جدا بتبقى مهمة لينا ولازم تفضل معانا وموجودة معانا، ولما بتضيع بتحصل مشكلة كبيرة قوي قوي قوي. حل بسيط يا جماعة لقيته، محدش يعني عمله ولا بيفكر فيه ولا يعني بيجي على باله انه يعمل الخطوة اللي انا هفرج حضراتكم عليها دي، ان يعمل القطعة دي. ايه القطعة دي؟ دي قطعة خشب عادية خالص، بنكتب عليها رقم التليفون بتاعنا، بحيث اي وقت سلسلة المفاتيح بتاعتك ضاعت في الشارع، لو كنت طالب في الجامعة، في المدرسة، في المكتب، في اي مكان، محدش هيبقى عارف بتاعت مين سلسلة المفاتيح دي، لكن بمجرد انه هيلاقي عليها رقم التليفون الخاص بحضرتك مباشرة هيتصل على الرقم الموجود، وبكده هترجع لك سلسلة المفاتيح مباشرة. دايما سلسلة المفاتيح بتاعتنا ما بتكونش فيها القطعة دي، وما بتكونش معروفة دي بتاعت مين، وطبعا صاحبها بيدوخ عليها وبيقلب عليها الدنيا وفي النهاية ما بيلاقيهاش. فأنا حبيت أشارك حضراتكم الطريقة دي، ان الامر ببساطة. حضرتك هتجيب قطعة من الخشب، تمام، وهتكتب عليها بالقلم الفلماستر رقم التليفون الخاص بحضرتك، بتسيب مثلا حوالي سنتي كده، لان هنا بيبقى فيه ثقب كده بيتعمل بالشنيور، وبتكتب تبتدي تكتب رقم التليفون بتاع حضرتك في المكان ده كده. طبعا انا الرقم ده عشوائي عشان محدش يفكر انه بتاع حد، يعني خصوصا الرقمين مش موجودين، رقم عشوائي كده يعني، لكن حبيت افرقكم الخطوة. يعني هتكتب طبعا الرقم الصحيح الخاص بحضرتك، رقم الموبايل، تمام، وبعد كده هنخرم بالشنيور بنطة 5 عشان في المكان ده، عشان نقدر طبعا نخليه يدخل في الحلقة بتاعة المفاتيح. هعمل ده وارجع لحضرتكم تاني، تمام. بالشكل ده يا جماعة نعمل ثقب هنا، تمام، بالشنيور ببنطة 5، تمام، بالمنظر ده هذا متعدي، تمام. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده ان احنا طبعا عايزين نحافظ على الكتابة دي انها ما تضيعش، ما تروحش من كتر استعمالنا مع الايام كده. بنجيب اي نوع ورنيش موجود عندنا متوفر، مش شرط نوع معين، يعني اي نوع ورنيش خشبي، وبنبتدي نسقط فيه قطعة الخشب دي. هفرج حضراتكم الطريقة. بنبتدي نفتح حلقة الورنيش بالشكل ده داخل، وبنجيب القطعة بتاعتنا بنحاول نحط فيها قطعة من السلك بالمنظر ده كده، تمام، وبندخلها بشكل عادي خالص كده فين في العنيش بالمنظر ده، نصفيها، هيبقى الكمية كبيرة جدا المنظر ده، تمام. عادي جدا بالراحة خالص كده، بس نقفل العلبة بتاعتنا ونخلي القطعة موجودة عليها تصفي براحتها بقى وترتاح بالمنظر ده كده. مجرد
انها بتنشف بيكون ده الشكل الاخير بتاعها. بندخلها في الحلقة بتاعة سلسلة المفاتيح من الجزء اللي خرمناه، وعليها الرقم بتاع حضرتك. اي حد ان شاء الله، ولا قدر الله طبعا، في وقت ضياع السلسلة بتاعة المفاتيح الخاصة بحضرتك مباشرة بدون تفكير هيبتدي يرن على الموبايل الخاص بحضرتك ويقول لك سلسلة المفاتيح الخاصة بحضرتك موجودة معايا. أرجو الفيديو يكون عجب حضراتكم، وما تحرموناش من لايك وشير واشتراك بالقناة، وأشكركم وفي رعاية الله.